مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه، ولسه مستمرين مع حضراتكم في متابعه وتغطيه هذا الحادث الاجرامي الذي استيقظ عليه المصريين في صباح الجمعه، يعني واحنا نستعد للاحتفال بالذكرى الثالثه لثوره 25 يناير والاحتفال بعيد الشرطه. وضيفنا في هذه الفقره سياده اللواء اسامه الطويل الخبير الامني ومدير امن السويس السابق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني فندم، كيف تابعت ما حدث اليوم صباح اليوم في الساعات المبكره الاولى من تفجير في مديريه امن القاهره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأثرت كثيرا بحادث اليوم، يعني انه حادث خسيس، يعني استهدف مديريه امن القاهره. وانا دايما عندي يعني يقين ان طبعا هم الجماعات الارهابيه بتحاول ان هي تثير الذعر في وسط المواطنين لتقود الوطن، لكن ان شاء الله الوطن سيمضي وكل الاجهزه ستمضي لتنفيذ خريطه الطريق مهما كانت التضحيات. فانا بتقدم بعزائي لكل الشهداء ومن ابناء الافراد، فيعني لكن سنمضي باذن الله تعالى في تنفيذ خريطه الطريق. وان ما حدث اليوم بالرغم من خساسته الا ان 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 سنزيد الشعب المصري اصرارا على المضي في الطريق والاحتفال بذكرى ثورته المجيده في 25 يناير. فندم، دلاله استهداف مبنى مديريه امن القاهره، يعني هل تعلم انه هذا المبنى يعني ربما لا تقل اهميته عن وزارة الداخلية؟ هو أيضا موجود في نفس محيط الكائن في وزارة الداخلية على بعد بكيلومترات قليلة جدا. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها الإرهابيون خصوصا كمان مع توقيت الاحتفال بالسنة الثالثة ل 25؟ شوف فندم، هو في عندهم استراتيجية معينة أن كل ما تقترب السفينة إلى البر يحدث أي شيء مزعج. كويس، هم طبعا استهدفوا مديرية أمن القاهرة على أنها مديرية أمن القاهرة في وسط القاهرة، عاصمة. ليه؟ عشان يقول نحن متواجدين وممكن يحدث أي شيء. وانا عاوز افهم الساده المشاهدين ان العمليات التحريريه ديت من العمليات الناجحه، ان اي واحد بيخش بيحمل بعربيه بيخش المكان عاوز يعمله، فبياتي بيكون نجاحه بنسبه كبيره جدا ان هو يعني داخل عمليه انتحاريه. فعاوز اقول يعني دي هم مخططهم استهداف المنشات الشرطيه ومنشات الجيش، لكن هذا لا يعني ان احنا سنمضي ان شاء الله في تنفيذ خريطه الطريق واحتفالاتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعني ينقذ بلدنا من هذه الفتنه. احنا بنتعامل مع ناس في اعداء خارجيه، دول بتعادينا بمخابراتها بمخطط ينفذ، لان مش عاوزين استقرار لبلدنا، لكن اراده الشعب باذن الله تعالى وبركه صدرها هيتم ان شاء الله ان احنا هننفذ خريطه الطريق وتستقر البلاد ان شاء الله في القريب العاجل. يعني انا ارجو من الناس لا ينزعجوا، لكن ان شاء الله سنمضي في طريقنا وستتحقق للبلاد الاستقرار ان شاء الله. طيب، هناك من سيعتبرون حادث تفجير مديريه امن القاهره بانه سقطه امنيه، راي حضرتك ايه؟ لا، هو بدل ما يبصوا له على انه سقطه امنيه يا فندم، يبصوا حجم المواجهه مع تلك الجماعه. يعني النهارده جماعه لما بتجيب دلوقتي النهارده بيجيبوا مواد متفجره، بيجيبوا حاجات كثيره بكميات كبيره، يعني كميه 800 كيلو متفجرات اتمسكت في بورسعيد، كميات المتفجرات الموجوده ده موضوع لوجستي بتاع دول. لكن هي مش سقطه امنيه بقدر ما هي ان دي حاجه عمل خسيس، لكن للاسف الشديد. يعني هو السؤال اللي بيطرح هنا، كيف وصل هذا الانتحاري؟ يعني مش هنسال كيف وصلت هذه المواد المتفجره وكيف دخلت الى مصر، لان احنا عارفين انه الحدود كانت مفتوحه في وقت من الاوقات، والدول ايضا يعني كثير من الاحداث اللي ساهمت بشكل كبير في فتح مخازن الاسلحه مثلا في ليبيا، فجابت لنا حتى اسلحه عمرنا ما كنا بنسمع عنها. لكن كيف تصل داخل العاصمه، خصوصا انه هناك اماكن ثابته لتمركز الكمائن، هناك اجراءات تفتيشيه من المفترض ان هي على درجه عاليه من الصرامه، فكيف وصلت الى مديريه امن القاهره؟ تصدق متصوره القاهره ديت يعني النهارده يعني هي مثلا مكان صغير غير مكان كبير، مكان كبير وشوارع مزدحمه وسيارات مزدحمه وكلام من ده.
يعني النهارده انت بتصورها ان هذا عربيه ماشيه يعني متفجرات، انا هوقف كل العربيات وافتشها؟ لكن هي تقدر تقول يعني ان احنا يعني ممكن يبقى عندنا معلومات اكثر عشان نتتبع هذه الحاجات دي، يعني التتبع افضل. ممكن التقصير يكون موجود او على الاقل يكون هناك خطا فيما يخص يعني ممكن يبقى الشرطه السريه وما شابه. يعني ممكن يعني هو تقدر تقول لحضرتك يعني دي حاجات من الحاجات نتيجه اللي في مثلا المعلومه لم تستكمل، معلومه لم تستكمل قبل هذا الحدث يعني. لكن هو طبعا اللي كل الشرطه بتبذل مجهود كثيرا وبتضحي كثيرا من ابنائها ضباطها وافرادها، فاحنا في هذه في التوقيت ده لا نريد ان ندعم الشرطه وندعم الجيش، ومهما كانت التضحيات لابد من دعمهم في تلك الفتره، لان هم يعني شايلين عبء كبير ومواجهه شرسه. فانا من هذا المنبر اطلب من الشعب المصري استمرار الدعم للشرطه والجيش في هذه المواجهه لكي نتغلب على هذا الارهاب الاسود الذي لا يعرف مكان ولا يعرف زمان ولا يعرف امراه ولا يعرف ابن صغير. طب ربما برضو في المرحلة دي نربط ما بين تزامن عدد من الانفجارات في وقت واحد، يعني منذ قليل كانت هناك عبوة ناسفة بجوار بدائية الصنع في عند قسم التلبية بالهرم، أيضا العبوة اللي تم إلقائها على سيارة الشرطة الموجودة في محطة مترو البحوث، تزامنها حتى لو كانت في توقيتات محددة مع بعض أو في توقيتات متقاربة، بالتأكيد هناك رسالة أيضا يعني محتاجين هم أو هم عايزين يوصلوها للناس بأنه هم قادرين على كسر جهاز الشرطة في وقت واحد في عدة أماكن، هل هذا صحيح؟ فندم حتى لو الرسالة خاطئة بس يا فندم هو فندم أنا قلت لحضرتك في بداية الكلام مع حضرتك أن كلما تقترب كلما تلك الجماعة والجماعات الإرهابية كلما تقترب المركب البلاد للرسو هم هيعملوا اعمال زي كده. يعني النهارده احنا عندنا لسه مرحلتين، مرحله الانتخابات الرئاسيه ومرحله الحزب البرلمانيه، كل ما تنتهي اي مرحله هيعملوا اي حاجه عشان تفسد على البلد فرحتها. لكن في الاخر ما هو الهدف للدوله؟ ده تستمر مهما كانت التضحيات، فانا عاوز الناس ما تنزعجش، ما احنا في الشرطه معرضين لهذا، وكل متعرض لهذا. وهو الجبن ان هم يوجهوا حاجتهم للناس يصيبوا راجل بريء، يعني هم لما يصيبوا الاجهزه الشرطيه اجهزه الشرطه دي قدرهم ان ده بيشتغل هذا العمل، ده قدر بتاع عملهم ولابد ان يواجهوه. لكن انا الشيء اللي بيؤلمني ان هم ساعات بيصاب ناس ابرياء ليس لهم ذنب، وده بيفقدهم اي شرعيه واي شيء في الشارع واي تعاطف في الشارع. هم خسرانين في النهاية، هم الخسرانين. طيب إذا تكلمنا عن النزع الأخير أو حلاوة الروح فيما تخص تنظيم الإخوان الإرهابي، بنسمع كتير جدا مع كل حادثة إرهابية إنه خلاص الجماعة تلعب الكارت الأخير، إن الجماعة خلاص فقدت كل شيء وبالتالي هي دي آخر يعني خلاص هي روحها بتطلع وده آخر نزع ليها. متى نتوقف عن هذه الكلمة حتى واحنا في طريقنا في تكثيف منابع الارهاب؟ يعني احنا نجحنا في سيناء بنسبه كبيره جدا جدا جدا, طبعا جدا طبعا. واللي بيحصل يمكن دلوقتي في المحافظات وصول الارهاب لداخل يعني الحضر في محافظات مصر اكبر دليل على انه هم هربوا من سيناء واتوا هنا لمحافظات مصر، ولكن امتى فعلا نقدر نقول ان احنا قادرين نسيطر؟ عندما تستقر البلاد يا فندم تنتهي مرحلة انتقالية سيكون الوضع أفضل بكثير. لكن زي ما سماها مرحلة انتقالية تستقر فيها الأمور. هو المواطن المصري متعجل الاستقرار، لكن إن شاء الله الاستقرار قادم. وده بدك أنا بدك عاوز أعيد مرة أخرى كلامي، إني عاوز أوضح للناس حجم المواجهة مع تلك الجماعة. هي مش جماعة لوحدها، دي دول روسية بتنظيم دولي يساعده دول أمريكا وتركيا وقطر وإيران وحماس والسودان، كل ده بيعمل على مصر، مخطط خارجي.
وهم طبعا بيستفيدوا من هذا الموضوع، فكل الاعمال الجنسيه كلها بتتم. لكن بفضل الله برضك بيتم ضبط كثير من العناصر، بيتم مهاجم كثير في سيناء، بيتم تطهيرها، فالملامع بتجفف. لكن انا برضك بطالب برضك من هذا المكان ان التنميه في المناطق العشوائيه وتنميه المناطق الفقيره واصلاح منظومه التعليم والدعاء هما كفيلان ان يوازيان مع الامن للقضاء على هذه البؤر. طيب حضرتك كنت مدير امن السويس السابق، وبالتاكيد حضرتك واجهت الكثير من هذه الحوادث في محافظه السويس ومنطقه القناه. يعني بصفه حضرتك خبير امني، ما هو المطلوب من وزاره الداخليه يعني ك